السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سهام سكيتشن. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الفلفلة الحمراء اللي كتكون يبسة ومطحونة. هاد الفلفلة الحمراء هادي كنستعملوها بزاف في الشرمولة ديال الحوت، كنستعملوها كذلك في بزاف ديال الأطباق المغربية، ولا كتجي رائعة في الزيتون الحامض اللي كنشرملو. كنت سبق لي ذكرت في حلقه سابقه الفلفله الحمراء مطحونه، هذه كنعوضها انا بالفلفله الحمراء اللي غبره، هذه كنطيب انا بها. سو دابا هذه حره، هذه فلفله حره صغيره، ونفس الطريقه اللي غادي نوريكم هي نفسها اللي نديرو الفلفله الحمراء الحلوه. سو هي نفس الطريقه. اول حاجه كنمسح كل وحده بحال هذا الشكل هذا بالبيبر تاول، كل واحدة على حدة، ومن بعد كنقبض وتنحاول بحال هذا الشكل. دابا هذه حيت حرة سو غادي نقبض وغادي نحيد لها هذا الراس الخضر هكذا، ونحلها على جوج ونحاول نحيد لها الزريعة اللي في قلبها. نفس الطريقة غادي كتستعمل في الفلفلة الاخرى اللي حلوة، هي نفس الطريقة ديالها، يعني ما كاينش شي طريقة مختلفة. ومن بعد غادي نستفها، ملي غنمسحها كلها غادي نستفها كلها في الطبسيل على هذا الشكل هذا. انا غنوريكم بالضبط الطريقه، غادي نستفها في الطبسيل على هذا الشكل هذا، خص هذا الفوق يكون هكذا، يعني غتنزلوها بحال هكذا، ونحاولوا ما امكن الزريعه نحيدوها لان هذه حاره بزاف. سو على هذا الشكل هكا غنستفها، وغادي نشعل الفران على درجه حراره 500، يعني اقصى درجه، ومنين يسخن مزيان غادي نطفي الفران ونديرها في الوسط ديال الفران، في الميدل راك نتاع الفران 500 ديال درجه الحراره في الوسط ديال الفران باش نديرها، ونخليها في الفران. منين نحس بالفران برد نخرجها ونخليها ترتاح، ونعاود نفس العمليه، نشعل الفران على 500 حتى يسخن وندخلها في الميدل راك، ومنين نحس بالفران برد نعاود نخرجها. هاد العمليه كتاخذ ليا 3 حتى 4 المرات على حسب الجو والنوعيه ديال الفلفله. كاين الفلفله اللي كتكون شاربه الماء بزاف سو خصها مده اطول انها باش يبس. غادي دابا نديرها في الفران وندير هاد المراحل كلها، ومن بعد غنوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي وكيفاش غادي نديرو نطحنوا هاد الفلفله الحمراء. وهاد الفلفله الحمراء هادي نفديه الامريكيه، انا خديتها من سنترال ماركت، وبعض الاحيان حتى وولمارت ولا تارجت كيجيبوا هاد الفلفله الحمراء هادي على هاد الشكل هذا صغيره. من بعد ما يبست الفلفله انا خدات ليا جوج مرات درتها في الفران، المره الاولى وعاوتاني حيدتها وعاود درتها المره الثانيه. اللي بغيت نوضح على ان هاد الفلفله حيت هي صغيره ورهيفه ما خداتش الوقت بزاف باش يبس، وبالنسبه للفلفله الكبيره الحمراء المتوجده هنا في الديار الامريكيه خاصها وقت باش يبس، يعني على الاقل 3 او 4 المرات باش تتيبس ليا. المهم اللي بغيت نوضح كذلك هو انه في فصل الصيف يمكن لكم هذه الفلفله هذه تيبسوها غير على برا في الهواء الطلق، يعني ديروها على برا تيبس. انا كنفضل نديرها في الدار على ود الغبره وشحال من حاجه، كتكون صراحه سيف وامنه انني يبسها في قلب الدار في الفران. بعد ما يبست الفلفله قبضت هكا كتجي بحال هذا الشكل، ملي كتيبس بحال هكذا كتيبس كتولي هكذا، حيت هذه صغيره يبستها غير جوج مرات. سو كنقبض كل وحده وتنقطعها بالمقص، ولا كنجمع 3 و 4 بحال هكذا نقطهم ونقطعهم صغيرين هكذا بالمقص باش ملي غادي نطحنها غتجيني ساهله. انا ما كندير لها حتى شي حاجه هذه الفلفله، باش منين انا ما غاديش نديرها بحال الهريسه. هذه الفلفله هذه غادي نطحنها، ومنين نبغيها بحال الشكل الهريسه انا عاد داك الساعات غادي نضيف لها داك الشيء اللي بغيت كامل، يعني غندير لها شويه ديال الثومه مطحونه، غادي ندير لها شويه المعدنوس. دابا لا، دابا انا غادي ندير لها غير بحال هكا عاديه، ومني كنبغيها مخلطه بداك المسائل الاخرى حتى تنبغيها عاد تنوجدها. سو دابا غادي نطحنها، ملي غنجي نطحن هذه الفلفله هي ما كتخرجش بزاف، هذا غير 1 باوند يعني ما يخرجش بزاف، غندير لها غير شي شويه ديال الملحه واحد نص معلقه صغيره، وغادي نحاول باش نطحنها مزيان بهذه الطحانه هذه.
يعني تحنوها في اي حاجه اللي عندكم، مولي نفس ولا فود بروسيسور، يعني اندو 3 في اي حاجه متواجده عندكم. دابا غادي نطحنها بعدنا غنسالي الطحين ديالها، غادي نوريكم الشكل كيفاش غادي النهائي ديالها. من بعد ما طحنت الفلفله مزيان كيف قلت لكم خلطتها مع شويه ديال الملحه، وملي كنت كنطحنها زدت واحد المعلقه صغيره ديال الزيت الروميه وطحنتها مزيان، عطاني 1 بوينت، عطاني هاد القريعه هادي صغيره. ملي كنصوب انا بزاف كنقسمها في قريعات وكنفريزيها نديرها في الفريغو، ولكن حيت هذا غير شويه سو انا غنخليها غير في الثلاجه عاديه وغادي نستعملها لان هي ميبسه ما غاديش تخسر، وكنعمل لها على وجهها شويه ديال الزيت الروميه. هذا هو الشكل النهائي ديالها، وكنخلط بها بحال هكا الزيتون المشغمل، ولا كنديروا بها مثلا الشرموله ديال الحوت. هناك بزاف ديال الاطباق اللي كنستعملوا فيها هذه الفلفله الحمراء المعجونه، هذه حاره، اما الاخرى اللي كتكون حلوه كتجي رائعه في الباستا مع السباكيتي، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان هذه الحلقه ديال الفلفله الحمراء المعجونه اللي كتكون في الفران تكون راقت الاعجاب ديالكم. مرحبا بتعليقاتكم وشكرا على المشاهده.